انت البطلة وانت الاساس وانت الحدوتة، احكي حكايتك. دكتور سيد الاخرس. انا مشاركة في حملة احكي حكايتك. انا لي 3 سنوات متجوزة، ما صارش حمل. اول سنة كانت امور تمام، ما عنديش الم ولا اي شيء. بعد نهاية اول سنة خديت منشطات، وبدأت بعدها عندي اكياس شوكولاتية على الرحم، تقريبا 5 أو 6 أكياس شوكولاتية كانت في الحوض. بعدها في دكتور قرر انه يسحب الاكياس الشوكولاتية، وبعد ما تم سحب الاكياس الشوكولاتية التهبت الاكياس وصار فيها تجمع صديدي والتصاقات في الحوض. قعدت سنة وانا نعاني من الالام والحرارة والاعراض هذه كلها. بعدين في ليبيا كانوا حيقرروا لي على عملية فتح، في دكتور مصري نصحني اني ننجي الدكتور سيد، وقال لي انها الاعراض اللي عندي كلها ماشية مع بطانة رحم مهاجرة. كنت اول مرة نسمع به المرض، مش اول مرة نسمع به، انا سامع به من قبل، بس اول مرة نعرف انه ممكن يعني هن هيك اعراض او هيك يصير في المرض. كان في دم في البول والم في التبول، في ناس اخرى تجيهم انها على القولون فيجد عندهم الم في التبرز والم في الجهاز الهضمي، فيمشوا في الباطنة الجهاز الهضمي او يمشوا في المسالك، وخصوصا اللي مش متجوزين، البنات اللي مش متجوزة. انا متجوزة ممكن تمشي دكتور نساء، بس اللي مش متجوزة ما تفكرش انها تمشي لدكتور نساء، تمشي تخصصات ثانية، وهذه هي تيلي اكبر من مشكلة المتزوجة. المتزوجة اي حاجة تحسها في البطن حتمشي دكتور نساء اول شيء، بس البنت اللي مش متجوزة حتمشي لأي مكان آخر، آخر شيء تفكر فيه دكتور النساء. أكثر شيء مزعج هو تأثيرها في المود، إنك أنت مرة زعلانة مرة مش حد يفهم أنت كأنك، فأنت أغلب الوقت مرة تمام مرة زعلانة ومش طايقة حد، والحرارة اللي تجيك مع في أوقاتك خاطي وقت الدورة يعني حتى هي تضايق شوية. وطبعا الالم الشديد تضطري تغيبي عن الشغل، تضطري تغيبي عن لو انت مدرسه او مدرسه او اي شيء، تجي فترات في الصبح تقدرش تصبي من الفراش، تضطري ان انت تلدي. الناس واجدين مش فاهمين انت شنو، هل انت تدعي المرض لانك يوم كويسه ثاني يوم مش كويسه، ففكروا ان انت تدعي المرض مش ان انت مريضه فعلا، ليش؟ لان هم مش عارفين شنو هي البطانه المهاجره، كيف تاثر على المود متاعك، على سلوكك مع الناس، على علاقاتك بالناس، على شغلك حتى. وانا من واحده من الناس طلعت ان انا نسيب الشغل حتى، لاني انا ما عادش تقبلوا اجازات واجد تمت عندي، ونتعب وبجي فتره اني كويسه، فمهم يحسبوا اني انا شنو، اني بس نبي اجازه وخلاص، فاضطريت اني انا نسيب الشغل وانا طبيبه اصلا يعني. بعد ما جيت الدكتور سيد عمل لي منظار في 2016 وشال الاكياس والالتصاقات ونظف الخراج والتجمع الصديدي اللي كان موجود في الحوض. طبعا وقفت الدورة 3 شهور وخفت البطانة المهاجرة، وقعدت سنة وانا صحتي كويسة الحمد لله، ما نحسش في اي شيء.